السلام عليكم اخواني اخواتي. اليوم اول درس لنا هو الاسسيام. هذا الفيديو اللي غادي يكون تقريبا فيه عده اجزاء فيديوهات. تابعوا معنا الدرس، مهم جدا بالنسبه للاي تي مانجر وبالنسبه للاي تي ادمنستريتور. كما كنعرفوا اللي كان عنده خبره وعنده تجربه بالنسبه للاي تي كنعرفوا مايكروسوفت ديبلويمنت تول كيت. هاد مايكروسوفت ديبلويمنت تول كيت باش كنديبلويو سوفتوير لوجيسيال في الريزو، و الكثير من الناس تعمل ويندوز ديبلويمنت سيرفيسز حتى هو باش نديبلويو لي لوجيسيال ونديبلويو لي ماشين ديبلوي اليوم يكون ديسپونيبل بور توت لي ماشين في الريزو و بور توت لي زوتيليزاتور. هادو عندهم واحد محدودين في الاستعمال ديالهم باستعمال لا نوفيل سوليسيون ديال مايكروسوفت اللي هي سيستم سنتر كونفيغوريشن مانجر وباختصار SCCM. اللي غادي نبداو به اول حاجه غادي نبداو بالتعريفات ديالو، هما مهمين. بقاو معنا، وفي الحقيقه ملي كنمشيو لديفينيسيون كتكون القضيه شويه ديفيسيل، ولكن ضروري باش نعرفو وباش نديبلويو هاد السوفتوير خاصنا نعرفو لي ديفينيسيون. ومن بعد في الفيديوهات القادمه غادي نديرو ان لاب تيست اللي هو عباره عن فيرتوال ماشين، وغادي نتيستيو لو ديبلويمون ديال السوفتوير اترافير لو ريزو. ان لاب اللي هو تري انتريسون. بقاو معنا، هاد الفيديو هو بالدارجه لتسهيل لتسهيل الدرس. كاينين دي مو اللي غيكونوا بالانجلي اللي ما نقدروش نترجموهم، وكاينين دي نوسيون اللي غادي ان شاء الله نحاولوا نترجموهم، نحاولوا ما امكن. اولا SCCM هو مايكروسوفت برودكت اللي دار باش يمانجيو وباش مانجيو لي ديفايسز ولا لي ماشين اللي كاينين في الريزو. السلام عليكم اخواني اخواتي، معكم عبد الحق من RMS تيليكوم، واليوم غادي نبداو هذا الدرس اللي هو مهم. اول حاجه غنديروا التعريفات لي ديفينيسيون ولا لي نوسيون فوندامونتال ديال SCCM. في الاول غادي يكون الدرس شويه حيت ما كاينش لو براتيك في هذا الفيديو، غادي يكون شويه ولكن ضروري تبعوا معنا باش من بعد ملي نديروا لو ديبلويمون ديال هاد البرودكتس غادي يكون ساهل علينا حنا جميعا. غنبداو هاد الدروس ديال SCCM ب SCCM فوندامونتال، SCCM فاندمنتالز. وفي هاد لي سيري ديال SCCM غادي نشوفو دوكيمونطاسيون ديال مايكروسوفت، غادي نستعنوا بها في الفيديوهات ديالنا. SCCM هو مجموعه من لي سوليسيون بور لو مانجمنت بور لادمينستراسيون ديال لو ريزو، و بهاد المجموعه ديال لي سوليسيون نقدروا ادمينستريو لي زوتيليزاتور اي لي ماشين اللي عندنا في الريزو. بالنسبه للفوائد اللي كان لي زافونتاج ديال SCCM هما خمسه. اولا لي طاش اللي كنديرو مانيال كيوليو كلهم اوتوماتيك، يعني اون مينيميز لي طاش اللي قلنا في الريزو، وكان كان ماكسيميزي لانفيستيسمون ديال لي لوجيسيال ديال لا سوسيتي، يعني كنقدروا نعرفوا لي لوجيسيال اللي هما مستعملين بزاف من عند ليوتيليزاتور ولي لوجيسيال اللي كيستعملوا ليوتيليزاتور قليل. بهذا كن مينيميزو لي شارج ديال لي لوجيسيال، يعني لي ليسونس اللي غادي ناخذو اللي محتاجينهم بزاف واللي ما محتاجينهمش بزاف. ثالثا
الاسي سي ام كيعاوننا ان يكون لو لوجيسيال ولي لوجيسيال لو سوفتوير يكون ديسپونيبل لي زوتيليزاتور بار ريزو, يعني كنسهلوا علينا لا طاش ديال لو ديبلويمون ديال لي لوجيسيال. و رابعا الكومبلاينس سيتين كنشوفوا كاع لي كونفيغوراسيون اللي عندنا اطرافير لا اسي سي ام. خامسا كاين الادمنستري ولي زاسيت اللي عندنا لي سيرفور لي زابريمونت لي بي سي لي بي سي بورتابل لي موبيل كلشي هادو كنقدروا نادمنستريهم ب كونفيغوريشن مانجر اي سي سي ام. بالنسبه للديبلويمون ديال الاي سي سي ام نقدروا نديرو سو فورم دو بزاف ديال لي فورم بحال هيرارشي. اول حاجه كاين الطريقه باش نديبلويو هي كاز, يعني سنترال, يعني كنحطوه في لو سيج ونقدروا في هذا لو سيت اللي عندنا كبير ونقدروا نزيدوا في برايمري تشايلد, يعني نديروا عاوتاني انستالي في برايمري تشايلد ولكن يكون ديجا اون ريلاسيون مع كاز, وكنديروا في سيكوندري سايت, يعني ان سيت سيكوندير. هاد لو سيت سيكوندير ما كيبقاش من بعدو دي زوطرا سيت. هادي بالنسبه للديبلويمون ديال لي لارج انتربريز. ونقدروا نديروا في وان سايت ولا في مور سايت. حنا غنشوفوا من بعد ان كاين طريقه ديال ستاند لون كتسمى باش كديبلويا في ان سيت واحد وكتكون ديريكتومون عندك تادمينستري ديريكتومون في داك لو سيت. وكاين لو كاز لو سنترال اللي كتقدر ديرو وديرو في برايمري تشايلد في سيكوندري تشايلد. اول ديبلويمون اللي كيدار في لي لارج انتربريز لي ملتي ناسيونال اللي عندهم دي سيج ودي برونش اللي يقدروا يكونوا في دول اخرى مختلفه في المواقع ديالهم دي سيت هما اللي بعاد اللي كيكومونيكيو ا ديستانس هو سنترال ادمنستريتيف سايتس. هذا كاز سنترال ادمنستريتيف سايتس. بالنسبة لهاد ديبلويمون هاد الطريقة هادي يقدر من بعد للسنترال تكون تحتو في الهيراشي 24 سيتس 24 سيتس اللي يقدر يسيبورتي, يعني نديرو في لو سيج و 24 سيتس. نقدرو نيماجينيو ان سيج اللي كاين كمثال في كازا و لي زوطر سيت كاينين في مدن او دول اخرى. لو ماكسيموم ديال لي زوطر سيت هو 24. ابري لا ديبلوين هنا لو ماكسيموم سي 24 سيت, وكل سيت راه كي ادمنستري دي سونتين ديال لي ماشين ديال هادي. تاني حاجه هو تشايلد برايمري سايت اللي كيكون سو الكاز سو كونت سنترال ادمنستريتيف سايت, وما هادو كيتشابهوا في لو سيتين مع ستاند لون برايمري سايت. غير لا ديفيرونس ان تشايلد برايمري سايت كيكون سو لهاد لو غرون سيت, اما ستاند لون كيكون في لو طاب ما كينكونش فوقو شي حاجه. هاد ستاند لون كيدير في ان سيت اللي ما فيش لي زوطر سيت, ان سول سيت اللي كتادمنستري فيه ديريكتومون لي ماشين اي لي زوتيليزاتور. و لا كاتريم كاتيجوري سي سيكوندري سايتس سيت سيكوندير, هذا كيكون تحت تشايلد برايمري سايت وكيكون تحت ستاند لون برايمري سايت. هاد البرايمري سايت كيكون لو توب ما كيكونش فوقو هاد كاز, كيكون تحتو غير سيكوندري سايت. اما تشايلد برايمري سايت لقينا تشايلد برايمري سايت راه كاين سنترال فوقو ادمنستريتيف سايت. بحال نقولوا ايماجينيو لي بانك لو سيج لي برانشز لي برونش ولي بيرو تحت لي برونش سيكوندري سايت. واللي خاصنا نعرفو هو ان ملي نديرو سيكوندري سايت في الكونفيغوراسيون ديالنا, الا كان عندنا اي لارج سوسيتي بحال ميتي ناسيونال, من بعد سيكوندري سايت ما يمكنش نديرو شي سايت اخر. يعني الا بغينا نزيدو ان سيت ما نزيدوش سو سيكوندري سايت, نقدرو نزيدو سو تشايلد برايمري سايت الا كنا عندنا الكاز, ولا نقدرو نزيدو تحت ستاند لون برايمري سايت.
بالتالي لبنا سنتر ادمنستريتيف سايتس راه اوتوماتيكمون سي بور لي لارج سكال ديبلويمنت يعني لي ديبلويمون لي مود تري لارج بور لي غروند سوسيتي وضروري يكون من بعده اديسيونال سايت. الى قلنا سنتر ادمنستريتيف سايت كونفيغيرينا اي سي سي ام بهذه الطريقه هذه خاص تعرفوا ان كاين requires يعني ضروري additional sites ça veut dire les autres sites ضروري اما لا كان سيت واحد وكبير ما نقدروش نديرو central administrative site خاصة نديرو standalone administrative site هادشي غادي نعرفوه من بعد ملي نبداو نديرو لو deployment في لو lab ديالنا او معايا غادي يبان لكم داكشي ساهل بعد هاد لي ديفينيسيون ملي ندورو الكونفيغوراسيون ديالنا ديال لي سيت ابارتير ديال الفيرتوال ماشين اللي غادي نانستالي. وكذلك الى قدرنا كاز صافي راه كاز يعني سنتر ادمنستريتيف سايت اون بو با لو شانجي ما نقدروش نديرو برايمري سايت ولا ستاند نون برايمري سايت. يعني في الاول قبل ما ديبلويو اي سي سي ان خاصنا نحطو على الورق لا هيراشي ديال لا سوسيتي ولا كومباني اللي غنخدموا فيها هاد الاي سي سي ام قبل ما ناخذوا ديسيزيون واش نحطوا كاز ولا نحطوا ستاند لون. حيت درنا كاز وي كان نوت تشينج تو برايمري سايت سا فيدير ما نقدروش نغيروا الستاند لون ولا شي حاجه بحال هكا مع انه الا كان ستاند لون نقدروا نعقبوا كاز. هذا غادي نوريكم كيفاش من بعد. بالنسبة للستاند لون برايمري سايت هذا اللي هو تقريبا هو اللي كيستعملوه كاع لي زاي تي مانجر. ستاند لون هو بور لي سمول سكيل ديبلويمنت يعني بالنسبة لي مويان ديبلويمون ماشي بور لي لارج ملتي ناسيونال ولا لي لارج ريزو. نقدروا نمانجيو فيه ونادمنستريو فيه لي كومبوزون ديال ريزو ديريكتومون وما كنحتاجوش فيه دي زوتر سيت ماشي بحال كاز. ونقدروا ملي نحتاجو دي زوتر سيت نقدروا نابغريديو يعني نغيروا ستاند لون يولي كاز. دابا باختصار غادي نشوفوا الفرق بين ستاند لون برايمري سايت و تشايلد برايمري سايت. يعني من اول حاجه غادي نعرفوا ان ستاند لون برايمري سايت هو اللي كيكون في الطوب ما فوقو حتى شي سيت و تشايلد برايمري هو اللي كيكون من بعد كاز سنترال ادمنستريتيف سايت. كما كنشوف هنا ستاند لون برايمري سايت كيجي في الطوب من بعده سيكندري سايت و تشايلد برايمري سايت كيجي من بعد كاز ومن بعده سيكندري سايت. هذه هي لا ديفيرونس بين برايمري سايت برايمري تشايلد و ستاند لون برايمري سايت. هذا في الطوب وهذا من بعد كاز. اوتوماتيكمون غادي نستنتجو ان ستاند لون برايمري سايت كامز ات توب ياك هو البرومي في لا هيراشي. تشايلد برايمري هو من بعد كاز يعني لي رول اللي نقدروا نعطيو اللي نقدروا انستاليو في البرايمري في ستاند لون نقدروا انستاليو كل شيء لي رول. اما تشايلد برايمري غيكونوا ليميتي لان لي رول كلهم انستالين في كاس غيكون هنا ليميتي. الان خلينا نتكلموا على شحال من كليون نقدروا ادمنستريو في كل سيت. الى ديبلوينا سو فورم كاز نقدروا نادمنستريو 1 مليون
1 مليون ديال لي ماشين لي كلاينتس. ملي كنقولوا كلاينتس راه لي ماشين 1 مليون بالنسبة لشاي بايميري سايت 150 ألف ماشين. وبالنسبة لستاند اللون بايميري سايت 175 ألف. يعني تقدروا تصوروا معايا لارج سكيل ديال سنترال ادمنستريتيف سايت تقريبا 1 مليون فيها ماشين دي زامبريمونت لي موبيل لي سيرفور لو تو كاع لي تيرمينو ويندوز 10 ويندوز 7 لو سيرفور 2003 ويندوز سيرفور 2019 كاع شي تخيلوا معايا هنا كلشي تقدر تادمينسترا في هاد لو ديبلويمون في هاد لا فورم الكاتيجوري ديال ديبلويمون ديال اس سي ام. بالنسبة للشايلد برايمري سايتس 150 ألف ديفايسز كاع لي كومبوزونت ديال الريزو كيكونوا 150 ألف. بالنسبة للستاند الون برايمري سايتس 175 ألف. هذا هو اللي معروف بزاف بالنسبة للديبلويمون هو هذا، لأن هذا سهل ملي كثروا علينا لي سيت يتزادوا لي سيت نقدروا نأبغريديو من ستاند الون نرجعوه سنترال ادمنستريتيف سايت. يعني هذا هو اللي كيتبروبوزا كوم سوليسيون بور لي اي تي مانجر. وبالنسبه للسكندري سايت اللي كيكون فيه هو لي رول هما ليميتي و لي فونكسيون ليميتي، بالنسبه للسكندري سايت 150 ألف عفوا 15 ألف بالنسبه للسكندري سايت. والسكندري سايت كيكون سو لو سيت ستاند الون ولا سو لو سيت child primary sites. أمور بس كسوداء علينا شي شوية لي ديفينيسيون وخا هما شوية كي ما يخليش مشي كي يخليو الحماس بالنسبة لهاد الكور ديالنا، ولكن من بعد ملي غنبداو انستالي وغادي نبداو نديرو لو براتيك في ان لاب غادي يبان لينا داكشي بوضوح، ولكن ضروري نعرفو لي ديفينيسيون ديال كل نوع ديال ديبلويمون ديال اي سي سي ام. هادو هما الانواع اللي كاينين اربعه: سنترال ادمنستريتيف سايتس، تشايلد برايمري سايتس، ستاند الون برايمري سايتس، والسكندري سايتس. الان اخواني اخواتي غادي نتعمقوا في اي سي سي ام. من بعد ما كننستاليو وكنديبلويو كاين شي حاجة مهمة اللي هي roles أو لا site system roles، وكاينين بزاف ديال لي roles اللي نقدروا نانستاليو بالنسبة للـ SCCM. غادي نشوفوا تقريبا الأكثرية اللي مهمين بالنسبة لنا. من بين هاد roles هاد لي role هادي documentation ديال مايكروسوفت documentation ديال مايكروسوفت. من بين هاد لي روز اللي مهمين كاين ابليكيشن كاتالوج ويب سايتس بوينت. هاد لو رول هو عباره عن سيتس اللي كيعطي لا ديسپونيبيليتي ديال ان كاتالوج ديال توت لي ابليكاسيون ك ليتيليزاتور بو يوتيليزي بو انستالي. وغادي من بعد نهضروا على سيرتيفيكيت ريجستريشن بوينتس. هاد الرول كي ادمنستري لي سيرتيفيكا لي سيرتيفيكيت. وكذلك كاين واحد لو رول سميتو داتا وير هاوس سيرفيس بوينتس، هذا خاص بلي رابور ديال لا ليستوريك ديال لا كونفيغوراسيون ديال الداتا لي داتا. لو رول برينسيبال هو ديستريبيوشن بوينتس.
الديستريبيشن بوينتس علاش برينسيبال؟ لانه هو اللي كي تكون من كاع لي سورس اللي في شي اللي هما تقدروا تيليشارجاو كمثال ابليكيشن كونتنت سوفتوير باكاجز يعني الباكاج ديال السوفتوير لي ميزاجور ديال السوفتوير لي زو اس لي زيماج لي البوت ايماجز هادو كل شيء كيكونوا في هاد ديستريبيوشن بوينتس. تقدروا اخواني اخواتي تقراو هاد لا دوكيمونطاسيون اللي كاينه في مايكروسوفت هي مهمه ملي يكون عندكم الوقت ومازال غنهضر عليهم في الفيديوهات القادمه. وملي تكونوا تبحثوا في الدوكيمونطاسيون ديال مايكروسوفت غادي يبان لكم ان كاين شي يديروا اللي تحيدوا هما ديجا تحيدوا من فور هذا السيستم سنتر كونفيغريشن مانجر. تقدروا تاخذوا وقتكم باش تلقاو في الدوكيمونتيشن كاين شي وحدين اللي ريموفد اللي تحيدوا من فيتشرز و رولز اللي تحيدوا